أهلا بكم. تسديد ضربات الجزاء على طريقة تشيكوسلوفاكي بانينكا ظهرت مجددا في الملاعب السعودية خلال الجولة العاشرة مرتين، وقبل ذلك مرة. ظفر الله المؤذن يعود لتاريخ هذه الطريقة. ارتبط اسم تشيكوسلوفاكي أنتونين بانينكا بضربة الجزاء الشهيرة التي سددها بأسلوب مميز وغير مسبوق، ودخلت التاريخ في عام 76 كماركة مسجلة باسمه. بانينكا مبتدع هذا الأسلوب نال إعجاب الملايين من عشاق الكرة عندما رفع الكرة بتسديدة خفيفة وسط المرمى من فوق الحارس الألماني سيب ماير. كان ذلك في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية عام 76. طريقة اللعب التشيكي تحولت إلى مدرسة تحمل اسمه، وأصبحت تقليدا مميزا لأكبر لاعبي العالم، ولعل ضربة الجزاء الأشهر تلك التي سددها الفرنسي زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم 2006 المشهود في ملعب برلين بين فرنسا وإيطاليا. زيدان عرف كيف يغالط الحارس العملاق جان لويجي بوفون، وأصبحت طريقة بانينكا تستخدم في ملاعب العالم رغم صعوبتها. شوف داخل المرمى واحد الإمبراطور. الملاعب السعودية ليست بمنأى عن ضربة جزاء اللاعب التشيكي السابق، ومن أبرز المحاولات نجاح محمد نور في هز شباك محمد الدعيع حارس الهلال في عام 2010، وكان التنفيذ في غاية الإتقان. البرازيل المهاري خطير. وشهد الدوري السعودي هذا الأسبوع تنفيذ ضربتي الجزاء بنفس الطريقة. الأولى أخفق فيها البرازيلي جوزي إلتون لاعب الفتح، والذي لعب كرة ضعيفة تفطن لها حارس نجران لينقذ شباكه من هدف ثالث. في المقابل نجح مواطنه ريتشي لاعب التعاون في المحاولة مسجلا الهدف على طريقة بانينكا، وكان في حالة تركيز عال عند التسديد أمام حارس الأهلي. المجازفة كانت صعبة بلاعب الكرة بهذه الطريقة، خاصة وأن ضياع الفرصة كان سيفوت الفوز على التعاون. إذن بانينكا جميلة في حال هزة الشباك، ومحرجة للمهاجم في حال لم تأتي بالهدف المنشود. ظفر المؤذن، العربية. الهداف الكبير ناصر الشمراني لو كان يعلم هل سأل. لقطة ختام بلمسات عبد الرحمن العروان، وأنا ألقاكم.